من قنيطرة منورانا ونقولوا صباح الخير. كي صبحتي لاله فاطمه؟ نعم الحبيبه، صباح الخير. والورد والياسمين. الورد والياسمين، الله جمعتيهم بجوج، هاد جوج ديال الانواع ديال الزهور اللي كنحماق عليهم. تبارك الله عليك لاله فاطمه. نعم حبيبه. وهذه هاد البقا هادي نهديوها لكاع العيالات اللي كيستمعوا لينا الان واللي كنحتفلوا معاهم باليوم العالمي للمراه. يا اختي فاطمه، يا حبيبه، شنو كتمناي؟ اختي الصحه هي كلشي، الصحه ليا ولوليداتي ولجميع الامه ان شاء الله. يمتعك بها باذن الله. طلب من غير صحته يمتعك بها. دابا شنو قلتي؟ قلتي السيده غتجي. نعم يا اختي، نعسي طلبت منيح، قول الحمد لله اللي صبحت فيا وصحيحه. نعم نعم، اللي ما عندناش حق نطلبوا حتى حاجه، نطلبوا غير الصحه. واخا فاطمه، انا نقول عندنا صحتنا، عندنا كلشي، كلشي نقدروا نديروا. اكيد اكيد اختي فاطمه، اي حاجه نقدروا نجوزوها وندوزوها، ولكن الصحه غنكونوا صابرين في بلاصه واحده. تبارك الله عليك اختي فاطمه، ونتمنى ان شاء الله هاد الصحيحه هادي ان شاء الله تكون عافيه وخير على كل المسلمين والمغاربه داخل وخارج الوطن فين ما كانوا، خصوصا الجاليه المغربيه اللي دائما كتواصل معنا، فسلامي الحار ليها فين ما كنتوا. رحنا معكم ونيسكم اختي فاطمه. الحبيبه ديالي، شنو اليوم تقترحي عليا؟ وحنا كنعرفوا حداقتك. نعطوك اختي الحلوات. اييه كنعرفوك راكي حادقه. بغيتي الاطباق اختي الدسيمه؟ مرحبا. الدسي اللي عطيني غير الخفيفه دابا. شوفي دابا شهر ثلاثه. يعني الا بغيتي تقولي راقيين. اييه تماما، وخفاف ظراف وسهلين يعني حتى في السيده اللي كتعرف الصوب الحلوه غير تبع معايا وتعرف يعني. كناخذوا 300 غرام ديال اللوز غبره. هذه حلوه، شنو نسميوها؟ نسميوها كاليسون. كا؟ كاليسون. كاليسون واحد الكلاصاج من الفوق كليس، ويعني زوينه في المنظر. واخا كاليسون، هذه حلوه كاليسون، غناخذوا في المقادير ديالها 300 غرام بودره اللوز، يعني بالنسبه ما يشريو يسلقوا اللوز ويطلقوا في واحد السربيته وينشف ويطحنوا، خاصو باش تعرفي الحلوه ناجحه يكون غبره ما يكونش معلق منيل. غبره بحال الطحين تقدري تغلبي، وهبط البودر ماشي مشكل. واخا اذا 300 غرام بودره اللوز. ايه نعم، و 300 غرام ديال السكر كلاصي. 300 غرام سكر كلاصي. ايه نعم. 250 غرام سوريز احمر، سوريز يكون حبوب حبات ماشي مقطع. راه فيه نحب الملوك. اي حبيبه. وكناخذوا جوج معالق كبار ديال ماء الورد. جوج معالق كبار ماء الورد. وكناخذوا واحد جوج كويغطات وواحد الكاغيط سبيسيال ديال هاد الحلاوي سميتو ازين، كيدير في النوكا اللي كيطبقوا النوكا كيحطوا الحلاوي ما كيلصقوش. سميتو ازين ما كيلصقش. اي هو كيكون منقوش. جوج كوا ماشي غالي. نعم كبار. ايه كنطحنوا اختي هذاك اللوز مع الكلاصي. اذا طحنوا اللوز مع السكر. ايه والسيده اللي كانت منشفه اللوز مزيان، راه مزيان ما كانش تفرشوا في الطاو، دخلوا الفران طافي يكون سخون. وكنطحنوا داك السوري داك حب الملوك مزيان تيولي امباط، كيتطحن بوحدو هذا. ونزيدوا عليه داك الماء الورد وكنطحن باش يعطي واحد اللوكو ويعطي واحد اللون لهاد اللوز. نعم، إذا كما قلتي لي لاله فاطمه، باش نمشي معاك خطوه خطوه، وباش كاع اللي شاده ستيلو ورقه ما تفوتها حتى شي حاجه. هذه قلتي لينا حلوه سميتها كاليسون، في المقادير ديالها فيها 300 غرام ديال البودره ديال اللوز، 300 غرام سكر كلاصي، 250 غرام حب الملوك، جوج معالق كبار ديال الماء ورد، وجوج كواغط كبار ديال ازين. كما قلتي لنا غنطحنوا اللوز مع السكر كلاصي بوحدو ياك، وغنطحنوا حب الملوك مزيان حتى كيولي قلتي بحال لاباط ولا بحال العجينه مع الماء ديال الورد. ايه نطحنوا في الاول بلا الماء عاد نزيدوا الماء. واخا ايه ما درتيش الماء غادي يبقى صافي. وكنديروا اطار وكنفرشوا فيه داك الورقه وكنحطوا لاباط وكنخليوه شويه مغربه ما رقيقه. وسيري معايا دقه دقه، هانتي في هذا الاطار هذا شنو كنفرشوا في الاول؟ الكاغيط. كاغيط ايه زيد الخليط ونديكو هكا بيدينا ندير واحد ليكوملسه. اين خليط اللي غنزيدو الاول؟ اين خليط؟ كله غنخلطو الحنه مع اللوز صافي غيتخلط. ايوا واخا اذا يخلط. ولات عندك امباط اوموجين. واخا اذا في اطار نفرشو الكاغيط ونخليه ينشف. نديرو فوق البوطاج حتى شي شرجم ونخليه ينشف على الاقل ساعه. ونقطعوه اما مربعات صغار ولا مثلا هلال. على حسب المراه الشم. ولا قلب يعني باش نسهل عليها. تقول لي باش غدير لي.
صافي مفهوم؟ مفهوم. صافي هو كاين شي غنشدو 150 غرام ديال السكر كلاصي. 150 عاوتاني هذه مقادير اخرى 150 غرام. مع بيض بيضه واحده. مع بيض بيضه وحده ونضربها غير بالفرشيطه ماشي يكون غنقول يكون طالع ولا يكون يعني المساله تكون كلاسيكيه غير بالفرشيط وطرب بالفرشيط ومي نقطع ديك الحلوه غنشد واحد البوش ولا غير بمعلقه ونطلو الوجه نحاولوا ما نوثقوا لا جنب لا والو اذا في الجيب كنسميو الجيب الحلواني ياك اختي فاطمه سهل عليهم السيدات اذا مين تضغط بالطابع باقى الحلوه في الطابع طليها شي شويه طوب على كيدو غير 3 درهم شي 10 مزيان تحطها كلهم بالطوابع وتعمر الفوق بحال غنديرو جينواز مثلا بشي كريمه يعني وطلي هذاك السكر كلاص فوق وتخلي شويه كيبات ويجر باش ما تجيكش مسخه خاص لتحت الجناب يبانو داك الاحمر والبيض يبان داك الفرق رائع ونشدو الفرن نشعلو ونطفيو ونخشيو الطاوة خصو يبس راه ملي كيبس كيجي بحال المرانك ولكن قولي لي شناهي درجة الحرارة اللي غنشعلو فيها ونطفيو الفران تقريبا شنو هذيك الحلوة مقطعة في واحد البلاصو شحال تقريبا الفران غنسهل عليكم تخليوها واحد يومين محطوطة في الريح ياك وبوحدها كتشد طيب راه غتجي بحال لي ماكارون يا تعطي ديك القماش غيعطيو كسنا لك داك السكر كلاصي توصلي للوز شي لي ماكارون يعني بريستيج هادو كيجيو زوينين رائعه فاطمه هاد الحلوه هادي والسيده اللي ما عرفت تصاوب الحلوه انت غتصاوبها فاسيلمون رائعه وما كتحتاجش بزاف ديال المقادير وشكلها وحتى المذاق يعني على ما تخيلت غادي يكون روعه يعني وعرفتي لو قلت لك الثمن شحال كدير ما تصدقينيش شحال تقريبا في المحلات يعني 5000 ريال كيلو 250 درهم في حين اننا نقدروا نصوبوها في الدار. نصوبوا الباتيسريات راساكوت. نعم. انا نعطيك اختي واحد البروات بالمشماش والشوكولات. هادو الحبيبه غتعطيهم ليا من وراء هذا الاختيار الغنائي فاطمه هادو بروات بالمشماش والشوكولات. معك لاله فاطمه من قنيطره هذا الاختيار الغنائي.